اليوم الترجي عمل اللي عليه ما جا حتى من صفاقس الترجي كوميام دوزيام بلاس امبورتونت برشا في تشامبيونز ليغ تو دابور نحن قلنا من قبل كان كاتبت لنا حاجه طيب ناخذوها ولا لا كاتب لنا حاجه معناتها من عند حتى حد على كل نحن ما كناش نستناو في كادو من صفاقس خاطر يذوق لي اكسبيرونس خسرت التيتر بريسك ولا خسرونا في التيتر من ماتشنا نحن نتاع صفاقس هنا ويظهر لي عملنا رياكسيون سكي فو سالوي في الجروب نتاعنا سي كو بعد اللي صار في ماتش صفاقس لا رياكسيون اللي تعملت ماتش الكلوب وماتش هذا تي اكستراوردينير اليوم اون افي دي جون جوار نتاع 16 سنه و 17 سنه يلعبوا قدام فورميدابل بوبليك اللي نحبوا ولا نكرهوا نوزا مونكي برشا في ماتش صفاقس سي افي لو بوبليك نتاع اليوم حتى حد ما كان نجم يغور علينا بالفاسون هذيك وحتى حد ما كان يظلمنا بالفاسون هذيك وان بلوس لي ريسورس كي لا دوني للي جوار اليوم معناتها سيتي فينومينال الاولاد سيزيام ماتش بور كيلكوزان معناتها تشوف كومون ايزون جوي وكومون ايزون ترافاي على كل لو بيلون ماهوش خايب بور موا ويظهر لي اوني دوزيام في شامبيونا اللي ما نحكمش عليها على ان شامبيونا سي دي ماتش دو كوب ستة ماتشوات وسي سيتي ان شامبيونا لون نتصور اللي حتى حد ما ينجم يقف معنا على لونغ هذايا سي دي ماتش دو كوب ستة ماتشوات معناتها il suffit d'une décision هكا ولا هكا باش une équipe تفوت une équipe على كل كملنا اليوم الشامبيون هذا بالباهي وسورتو بالخايب نتاعو وان شاء الله جاي خير وان شاء الله on a le temps de préparer ta week لا تشامبيونز ليغ و le 20 juillet ça sera un rendez-vous محترم مهم برشا لينا وربي يجيبنا في السويب اليوم الجرينتا نتاع الاولاد سمير حكيت على الجرينتا وخاصه شبان صغار اول مره يلعبوا الجرينتا كانت عندها بورسنتاج كبير في الفيكتوار نتاع اليوم كي نشوفوا الترجي قداش لعب ناقص اليوم لعب تقريبا من غير محور دفاع يعني خليل شمام لاول مره مع بن منصور لعب بنغموشي في الوسط لغرس اللاوي لاول مره هو الكانتاسي يعني لاعبين اساسيين يعني تشوف الجرينتا اليوم كنت ثم رجال في التيران هذاك اش قلت لك هذاك انا جو سوي فيير دو ترافايي افيك ان جروب باغي اليوم عندنا اولاد صغار اللي كي دخلوا اليوم يلعبوا في رادس ايل نو با ترومبلي كيما قلت لك عندنا سيزون اللي لعب اليوم ايل نو با ترومبلي عندنا كانتاسي كي 17 ans et demi ايل نو با ترومبلي لعب ماتشور دي جوار بوليفالون كيما خليل شمام اليوم اكستراوردينير لا بريستاسيون اللي عملها كون تونك اكسيال بن منصور كيف معناتها دون ان بوست اللي موش نتاعو وافيك لي ديفيكولتي فيزيك كي لا معناتها Il a joué avec une blessure au niveau du mollet. Heureusement, on a des joueurs polyvalents, les Kinéens, surtout Kenogjel, Kenomkhach, Fimkhach, Mokouin. Ils ont confirmé qu'ils sont dignes des couleurs qu'ils portent. صحيح ماتش يعني عندنا زوز ماتشوات حكى معنا الانترنير قالوا لنا جيبوا زوز ماتشوات واللي يجي يسهل فيه ربي يعني الحمد لله احنا ربحنا زوز ماتشوات بتاعنا هزتها سي اس اس البطوله مبروك عليها ان شاء الله اكثر انت لعبنا يعني جروب صغير الكل قدمنا الاضافه الكل والحمد لله يعني جبنا الفيكتوار في رادس هنا. كمان ثم فرحه صغيره كي سي اس اس الشامبيون. انا كيفاش انا ثم فرحه؟ في الثلاثه الاخرين بالنسبه لك انت سي اس اس هي خير من الكلوب خير من التوال في الشامبيون. يعني تهز صفاقس وما تهزش الكلوب وما تهزش التوال. هو صفاقس يرى. هذاك عليه انا سالته. دوبلومون يفرح هاك. هو صفاقسي وسالته التلفزيون. شتي قائد فريق تنجم تصرف معاه ديريكت. خويا اللي هز مبروك عليه. نحن الشامبيونات ما عادش عندنا وين نحطوهم بالرسمي ما فماش كبير صغير ليدر شوفوا معناها الاولاد على التيران فريمون كيما غرس اللاوي اول ماتش عنده فريمون كان ينقص شويه مش هدين الكوره كان ينقص شويه ما فريمون تبارك الله عليه الجمهور داس برشا خليل اليوم مستنسين بالجمهور مالغري اللي في البلاي اوف هذايا ما كانوش بعداد غفيره مي نشكر الجمهور اللي حضر نتصور اللي عملنا اللي علينا اوبجيكتيف هو تشامبيون اول حاجه التيتر ما جاش تيتر تشامبيونز ليغ خاطر الاسبيرونس ما تعيش كان بالتشامبيونز ليغ ما نتصور الاولاد الكل فريمون عملوا اللي عليهم وفيليسيتاسيون للاولاد الكل سامح عندك برشا على بونتو ومحلية البونتو كيف بدا بونتو الربح وضد الاتوال الحمد لله يا ربي الواحد صحيح عنده برشا ما ماركاش جاء بونتو يظهر في وقت به جاب لنا دوزيام بلاس اون بليس جاء كونتر ليتوال ان شاء الله خويا كيما سجلنا اليوم ان شاء الله نعاودوا نماركيو منهم برشا البونتوات هذوما وان شاء الله ربي معنا وليسونسيال يظهر لي اليوم الانتصار صحيح جاء دوزيام بلاس مبروك على سي اس اس شامبيونا
مازال قدامنا مستقبل كبير ان شاء الله نكملوا بنفس الريتم هذايا. يظهر لي ظهرنا اليوم اللي احنا رجال سير تيران. لي زيكيب اللي لعبنا لهم الكل يظهر لي انتصرنا عليهم. خسرنا مع زوز انتصرنا. هذيك الكره يظهر لي ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله ربي معنا. يستنى فينا ما اصعب ان شاء الله نكونوا حاضرين كما يلزم وبقدر ربي في مكان الخير ان شاء الله. بعد جديد ثقك سامح ثم وجاه حسيت به؟ صحيح شويه يعني شادوني ليكرون في الموليات وفي فخذي. مي الحمد لله الواحد ليسونسيال كمل الماتش عرف كيفاش يجري نسق. هذيك الكره الواحد يظهر لي برشا تعب مي الحمد لله يظهر لي كي توفى بانتصار الواحد ينسى التعب الكل وبربي نهديه الانتصار هذايا للجمهور يظهر لي اللي ساندنا اليوم وقف معنا يظهر لي 80 مينوت. ان شاء الله كيما اليوم جاوا فرحناهم ان شاء الله ديما يكونوا بالعدد هذايا ان شاء الله ديما فرحين. تفاعل معك انت بالذات سامح ظهر لي بكل صراحه تستحق موسم استثنائي. الحمد لله يظهر لي الحمد لله يا ربي كل شيء جاي بالخدمه. ويظهر لي حتى اصحابه الواحد عاونوه برشا اصحابي معنا سيرت انا عاونوني بالباهي. ان شاء الله الواحد ديما يوري ما خير وقلت ربي ان شاء الله ديما فرح جمهور الترجي ان شاء الله. حسين دونك كو ميم اون دوزيام بلاس سي با مال كو ميم. اه سي با مال مي والله فرانشمون جو لي ان ترافير دو لا غورج باسكو ميريتي ميو. فوالا اون ا فيت سكو اون افي ا فير اون سي في فولي يا 3 جورني ان اريير يا 2 جورني ان اريير contre Sfax et voilà comment le petit détail il peut nous retirer un titre. Maintenant voilà, on avait une équipe de jeunes on va dire aujourd'hui et on a réussi à faire la différence. Voilà, le plus important c'est que l'espérance restera toujours en Ligue des Champions et c'est ça le plus important. Sur le plan individuel, Hossi Zolé confirme encore une fois aujourd'hui. On essaye de voilà, ce que je disais c'est qu'à partir du moment où il y a des bons terrains et les conditions elles sont bien, voilà, on a c'est plus la réalité de ce que j'ai connu en Europe. Donc alhamdoulillah ça se passe bien. En plus j'ai des amis sur le terrain qui m'aident beaucoup et voilà, et c'est grâce à eux surtout. Et encore tu seras encore espérantiste après 30 juin. Bien sûr, inchallah. Et encore sur l'équipe nationale, tu attends une convocation demain? Non, déjà j'ai tu sais, tu penses pas à l'équipe nationale, tu voilà, j'ai ma femme et mon enfant, j'aimerais aller les voir en France, donc j'ai pris déjà un billet d'avion, demain je pars en France, Inch'Allah. Tu ne seras pas convoqué, Marlène, demain? Sincèrement, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'aller en France un peu voir ma famille, un des hommes, mais ouais, les hauts colchés, il faut les chauffer, il faut les mais si tu seras sélectionné? On verra, Inch'Allah, on verra. C'est le programme Tahdir Talk, Feb Chissir. Bon, t'as vu qu'on va respirer un peu, on va se reposer pendant une semaine, quelques joueurs en 10 jours. Bon, on va être perturbé un peu, les joueurs, des internationaux, les machines de l'équipe nationale, ou Afoul, il va partir, le Rana. La reprise, l'Arbajay, Inch'Allah, pour un groupe. Benesba, Antaroblé, qui était très sollicité, ils seront de retour au Regret. Bien sûr, il y a quelques matchs pour l'équipe nationale. Il sera samedi, sera la reprise inter.